رأس الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسيان حفل تدشين آبار ارتوازية وإنارة 3 قرى تابعة لمركز إداري لينيا بالطاقة الشمسية، وذلك بحضور عمدة المدينة السعيد أحمد حسن والتفاصيل. لم تقتصر جهود مؤسسة القلب الكبير على المخيمات الطبية والمؤن الغذائية فحسب، بل إنها في عطاء دائم ومتنوع، إذ شمل هذا العطاء بعض القرى التي تتفاوت مسافتها بعداً عن العاصمة نجمنا، إذ حظيت كل من تلك القرى بآبار ارتوازية مزودة بأجهزة للطاقة الشمسية، وذلك للإنارة وتعليم الأطفال بدلاً من استخدام لهيب الحطب الذي يترتب عليه أضرار جانبية. البداية كانت بقرية مطبة بمركز إداري لينيا التي أكدت فيها الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسيان وقوف سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى جانب الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة، وإن هذه الهبة مجرد قليل من كثير مما تود مؤسسة القلب الكبير منحه للطبقات الضعيفة. ومن مطبى إلى قرية البطحة الجديدة حيث قبائل السيارة الذين يقطعون مسافات بعيدة سعيا للحصول على المياه، إلا أن هذا الأمر أصبح سهلا بعون الله وعطاء مؤسسة القلب الكبير. شيء أكر ما في الفقير كده ما أغريك سي ها أو الأنتيك ألمي ده ما أنتيك الدنيا دابا سي أنينا فونداسيون جلبا كبير ده كان سي كده من لي بيشاني أونو بوليتيك أنا رئيس أنا نا إدريس ديبي إتنو بناء أنا كوم أكتنا كوم إندا ديبي إتنو Hibas président ana fondation Gelba Kabirda. O hibas rasuluna kada no jubulekum alme. وبما أن لكل فعل ردة فعل، عبر الأهالي الرحل عن مدى سعادتهم بهذه الهبة. هند ديبي إتنو ما قصرت وما خلت وما بتقصر. زقتنا علمي لأعطاك العلمي أعطيك الذهب والجاب لك علمي أعطاك كل شيء. وأن إحنا موافقين معاه في الليل والنهار واقفين وراها. وفي تقصير مننا نحن والثاني دايرين من الأخوة القدامنا والوفد الجانا من الرئاسة نشكرهم اليوم وغدا ندور التعليم والصحة. أما قرية جندير جوجي شرفة بمقاطعة شاري التي حظيت هي الأخرى بنفس المساعدة، وهي عبارة عن بئر ارتوازية وجهاز طاقة شمسية. همنا وشكرنا الرئيس أم قلبا كبير، وهمنا شكرنا الرئيس إدريس دبيتنو جاب لنا مهمة ألمي والكلام في ألمي أننا الأوين دنا خدموا بألمي بس همنا وشكرناها، لكن يدوروا لنا أيامنا الدقاق تجيب لنا كاللقوم كلها تجيب لنا كمدرسة كلها تجيب لنا. إن مؤسسة القلب الكبير تبسط عطاءها شيئا فشيء، ومما لا شك فيه أنه سيعم أكبر جزء ممكن من البلاد إذا استمر هذا العطاء على نفس النمط.